What? So I got it so bad, man. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 The Lab. من بعد هذا المقطع راح تكره مايك بيل أكثر وأكثر، بل إنه راح تكرهه أكثر من كرهك الحالي له. بكل بساطة في هذا المقطع راح نشوف سويا بعض اللقطات البغيضة والكريهة لمايكا بيل، بعض اللقطات يعني أتوقع 90% منكم ما شافها وما يعرفها، فتعالوا سويا نخش في المقطع. أولا، زي ما تعرفون مايكا بيل شخص سيء وبغيض، بعيدا على أنه كان حنش وخاين وخان العصابة، أفعاله طوال القصة كانت أبدا لا تطاق. كان يقتل الأطفال بدون سبب، عنصري اتجاه ذوي البشر السوداء والأشخاص الغير أمريكيين، متحرش بالنساء درجة أولى، متنمر على جميع أفراد العصابة، وما ساب ولا واحد من العصابة إلا تنمر عليه، حتى داتش تنمر عليه. طيب، سابقا كانت في عضوة للعصابة اسمها جيني كيرك، وجيني فارقت الحياة في مجزرة بلاك ووتر بطلقة نارية معينة. طبعا ليني كان مهتم ويحب جيني، وفي الجهة الأخرى وفي الجهة المقابلة أيضا جيني كانت تحب ليني. طبعا حنا ما شفنا شكل جيني نهائيا وما ظهرت في القصة، لكن في مذكرة آرثر مورغان في سكتش مقرب جدا لشكل جيني كيرك زي ما تشوفون، وصراحة جيني وسيمة هذا الحق. المهم، في أحد المهمات الجانبية لأفراد العصابة، مايكا بيل راح يطلب من آرثر مورغان وبيل ويليامسون إنهم يرافقونه في سرقة عربة مؤن، وفي أثناء الرحلة مايكا بيل راح يعترف بالقنبلة التالية. تعالوا نشوف سويا. From what Dutch says, the coffers are looking pretty good again. We could almost leave now if we chop half the dead wood. We ain't doing that. I mean, why the hell do we need a gaggle of girls who won't even fuck you if you put a gun to their head? I'm sure you've tried. Is it too much to ask, considering they get a piece of every damn dollar I bring in? Everyone does their share. I don't see you lifting a finger around camp. Swanson does his share. Molly, come on. That's different. See, this is what I mean. I've always liked Abigail, though. That's my kind of girl. Sully, but strong. Well, I don't get the sense the feeling is mutual. You just don't understand women, Morgan. You got that right. Who you got your eye on then, Bill? Oh, I don't believe in attachments. Never have. You get soft, you get dead, in my experience. I ain't talking about getting attached. Well, not in that sense. I'm always likely to despise them more afterwards. You're gonna make somebody a real lucky lady one of these days, Micah. You know I had Jenny. What? Yeah, round the back of the Blackwater camp. Dirty little thing, too. Come to think of it, I wonder if Lenny knows. Don't tell him that! She could have been carrying Micah Bell the Fourth, for all I know. ما شاء الله يا مايكا بيل. زي ما شفتوا مايكا بيل اعترف وقال انه اقام علاقة مع جيني بالقرب من المخيم اللي كان في بلاك ووتر، وانها غالبا كانت حامل بمايكا بيل الرابع، يعني كانت حاملة بابن مايكا. هيا بالله، ايش رايكم في فعل الحنش هذا؟ اتوقع ردة فعلكم كلكم كانت نفس ردة فعل آرثر مورغان، بصوت عالي قال وات؟ ما هم صدق تماما هذا الشيء البشع اللي سواه مايكا حنش. What?
صراحة أنا أتعاطف مع ليني سامرز، يعني فوق ما إنه خسر المرأة اللي حبها يطلع له إنه مايكا بيل أوسخ أفراد العصابة أقام علاقة معاها، أحسن له إنه لا يعرف. طيب بقول لكم حاجة، إذا جيني كانت تحب ليني الشخص الطيب والحبوب ذو القلب الرحيم، ليش تروح وتحب وتقيم علاقة مع الشيطان العفريت أبو قلب أسود مايكا بيل؟ فهل مايكا بيل يكذب في هذه النقطة وإنه فقط يعني اعترف بهذا الشيء أو قال هذا الشيء عشان يثير الجدل؟ لأننا نعرف يعني مايكا بيل كذاب درجة أولى وطوال القصة كان يكذب، فهل كذب في هذا اللقطة؟ طيب بدون كلام تعالوا شوفوا معايا هذا المقطع. Get out of here, you damn parasite! Why didn't I just leave you in that jail cell? يا رجل كيف تحبون مايكا حنش يا أخي؟ زي ما شفتوا يعني الكلب كان قاعد في أمان الله مريح ومستريح، فجأة يطالع يساره كب يحصل له رفسة من مايكا بيل، ورفسة جدا جدا قوية حسيت بيها صراحة، ورفسة يعني زي اللهب هكرت دماغ الكلب مسكين. طيب مايكا بيل لم يكتفي بالتحرش والتنمر على جيني كيرك فقط، بل انه طوال القصة واللعبة كان يحاول في جميع نساء العصابة تلطفهم ومن هذا الكلام، لكن الشيء الجميل انهم كلهم يكرشونه ويرفضونه تماما. تعالوا نشوف بعض اللقطات. Oh, you're breaking my heart, sugar pie. Keep me company. Really, Mr. Bell, you flatter me. Tell me some stories about when you was young and pretty before time ravaged you. Oh, you horrible man. That's right. How you keeping, Abigail? Just fine. Now, I never told you this, but you're quite a woman. Thank you. Quite a woman. You can make a fella real happy. Bet you know how. I got work to do. Now you're a sneaky one, Morgan. I know your type. Don't mind me. Bye now. Mind if I sit? Guess not. So, Abigail, how about you and I go into town sometime? I'm afraid mothering don't leave me much spare time, Mr. Bell. Okay, okay. Well, if you change your mind, I'd show you a real good time. Real good. And, I've always fancied fathering. The boy has a father, Mr. Bell. If you say so. If you say so. Come along, Jack. Lost my appetite. on this beautiful night, will you dance with me, Miss Mary Beth? No, I will not. You're... I got two left feet. I'm not a monster, miss. No, of course you're not. You're not that interesting. Very funny.
زي ما شفتوا في أغلب اللقطات مايك حنش يبدأ الوضع باستلطاف وإنه يعني بأسلوب وأدب وكذا، لكن لو رفضوه وزبدوله على طول يقلب الموضوع تحرش وتنمر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ شفتوه يسويها ولا لا؟ نذل يا أخي. طيب بتكلم عن أحد اللقطات وهي لقطة مايك بيل وأبيجيل مورستن وجاك مورستن هم على الطاولة يأكلون. مايك بدأ بالتحركات ويعني الأسلوب حقه، أبيجيل على طول زبدت له وأعطته في وجهه وشالت جاك مورستن وراحت. صراحة جاك مورستن في هذه اللقطة حزني جدا جدا وأشفقت عليه. جاك مورستن كان جائع جدا وكان يأكل بشراهة وفي أمان الله. لما مايك بيل بدأ التحركات على طول أبيجيل شالت جاك مورستن وصحنه اللي كان يأكل فيه طاح في الأرض، يعني جاك لا كمل أكله ولا أكل مظبوط. شوفوا كل هذا بسبب مايك بيل، الله يهدي يا شيخ. ها طيب هذا هو مايك بيل وهذه هي أفعال مايك بيل، لا شيء جديد عليه. طيب يا لهبيين شاركوني آراءكم في خانة التعليقات، هل عرفتوا بموضوع جيني ومايك بيل وليني أو لا؟ وأيضا شاركونا إيش أفضل لقطة عجبتكم. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم مايك بيل يدمر لكم الجبهة بهيت. ها يلا سلام عليكم.